خرجنا غير على الخبز، انا خطوتني الطلبة وعييت وتكرفست، اولادي ودك الاولاد اداهم لنا غير على الخبز. اولادي اولادي طلقوا اولادنا، انا مزوقة فيكم. واش حنا ماشي مغاربة؟ واش حنا ماشي مغاربة؟ هيك خرجنا طلبة غير الخبز، علاش داو لنا اولادنا؟ او داو فيهم حتى البنات، البنات شنو داروا؟ اولادي ما ضربنا ما والو، هما تعدوا علينا اولادي بالغابة. اولادي حنا سلميين هادي 4 شهور. اولادي اولادي خرجنا غير على الخبز، انا مزوقة فيكم، ديروا لنا شي حل. واش حنا ماشي مغاربة اولادي؟ واش حنا ماشي مغاربة؟ انا مزوقة فيكم اولادي، قصدنا غير الطلبة اولادي. اولادي قمع الله القمع اولادي، اولادي قصدنا السندريات، اولادنا ماتوا بسيليكوز. اولادي انا مزوقة، ما مزوقة فيكم اولادي، والعار عليكم اولادي. اولادي انا مزوقة، الا دير لنا شي حل. اولادي طلقوا دوك البنات ودوك الاولاد. اولادي خرجنا غير على الخبز هادي 4 شهور، حتى لما ما تهرسش اولادي، وانا الغبن قتلنا اولادي، الغبن قتلنا اولادي. انا مزوقة فيكم اولادي، انا مزوقة فيكم. جرادة بطالب اسامة من ساكنات جرادة، حنا 90 يوم وحنا سلميين، حتى تدخل جهاز القمع علينا، والبارح في الغابة حنا مشينا نعتصموا في ابار الموت، ودخلوا علينا بواحد الطريقه همجيه، بقاو كيدهسوا الدراري الصغار، كيعتقلوهم من الليسيات، كيدخلوا عليهم من الليسيات ويضربوهم، ضربوا ولاد الشعب وحرقوا الصافيطات ديالهم هما باش يحصلوهم في ولاد الشعب. هذا الشيء ما كيدارش في التلفازه الوطنيه. علاش؟ واش حنا ماشي مغاربه؟ حنا خارجين مطالب شرعيه، ما عندناش شي حاجه اللي سياسيه ولا شي حزب اللي كيقودنا. حنا الحراك خرج شعبي، نباتق من الاول شعبي، الحراك خرج على الجوع، شعب جراده قاسه الجوع خرج للشارع. الى شجره كتختطفوا عليها الناس ودايرين فيها بانهم معتقلين سياسيين وكذا وكذا وكذا، فتالي كتلفقوا لهم تهم اللي خارجه على كاع ما عارفينهاش حنايا. هذوك الناس اللي تختطفوا لان هذوك الناس ما دايرين حتى حاجه. الشعب الحراك شعبي مليون في المية، ما يركب علينا حتى شي واحد. الحراك خرج من ولاد الشعب، خرج من الجوع، الحراك شعبي وخرج من الجوع. المطالب 4 ديال المطالب، بديل اقتصادي حقيقي وملموس يشوفه الشعب ويوثقوه معانا، ماشي يبقاو يجيو يعطيونا وعود بالتهجير والكذوب. حنا بغينا ما نخلصوش الماء والضوء، لان كاين اعترافات ديال الوالي والعامل ورئيس الجهة بأننا مضرورين من 78 بالتلوث ديال هاد الوزينات والمعامل الحرارية. بغينا المحاسبة لأن كاين مسؤولين في هاد البلاد، ما غاديش نقولوا غير الأباطرة، لحقاش كاين مسؤولين معاهم من المقدم وطلع الفوق، كاملين متورطين في هاد المدينة، مفقرين هاد المدينة. المبادرة الوطنية ديال جلالة الملك اللي عطاها لنا من 2010 لهنا ما عمرو وصلتنا شي حاجة منها. المبادرة الوطنية اللي وصلتنا هي 250 تريبورتور، واش عطيتونا تريبورتور واش نحملوا بهم؟ حنا الجوع قتلنا، خرجنا للشارع. أي واحد غادي تقول له المطالب ديال ولاد جرادة واخا بالصغير عنده عامين، يقول لك أخويا حنا بغينا ناكلوا، بغينا نخدموا، ما بغيناش نخلصوا الماء والضو لحقاش. إعفاء الماء والضو، الشعب يريد إعفاء الماء والضو، الشعب يريد إعفاء الماء.